فخلينا نسأل الأسئلة دي لأشخاص أكثر قدرة على طرح الموقف بزاوية تانية، لشخص ورمز كنسي ومصري يعني أصيل إحنا كلنا بنحترمه، نيافة الأنبا مكاريس أسقف المنيا. أهلا بيك سيدنا. أهلا بيكم. إحنا عندنا أسئلة كتير ومش عارفين نبتدي منين، عايزين نسألك كل الأسئلة. مش عارفة نيافة تكون سمعنا ولا لأ، بس هو مين اللي زعلان إنه مسيحي قرية الفرن إنهم يصلوا في كنيستهم؟ شخص مجهول الهوية، يعني الشخص المعترض ده أو اللي ادعى إن إخواتنا المسلمين معترضين أو في احتقان، شخص إحنا ما نعرفش مين، لكن مسؤول ما، وبناء على هذا الطرح أو هذا التصور أو هذا الإدعاء، يعني إذا توخينا الدقة، منع دخول الناس أو أمر قوات الشرطة من أمرهم بمنع الناس من دخول المكان المخصص لهم للصلاة. في عدة ملاحظات. أول ملاحظة أن القرية دي عبارة عن كتلتين أو قسمين، قسم منهم يسكنوا الأقباط وحدهم وقسم تاني يسكنوا المسلمين وحدهم. إذا ما فيش يعني اختلاط في البيوت بين المسلمين والمسيحيين عشان يبقى في احتمال احتقان أو اعتراض. دي أول نقطة. تاني نقطة إن ما حصلش أي اعتراض من إخواتنا المسلمين على إن الأقباط يصلوا في المكان ده أو في المكان ده. وأكبر دليل على أن إخواتنا المسلمين مش معترضين أن الأقباط صلوا في الشارع بأعداد أكبر من اللي كانت هتدخل تصلي في مكان مغلق، ورتلوا وصلوا وسمعوا عظة على مرأة ومسمع من الجميع بما فيهم أفراد الشرطة الموجودين، ولم يثير هذا حفيظة أحد من إخواتنا المسلمين ولم يعترض أحد، والصلاة في مكان مقفول أقل خطورة وأكثر أمن من الشارع وأقل عرضة للأخطار، لكن صلوا في الشارع ما تعرضوش لأي أخطار. طيب نيافتك ممكن أسأل حضرتك، هل سبق وتقدمت الكنيسة بطلب بناء أو ترخيص البناء محل الوقعة واترفض الطلب أو اتماطل فيه أو حصل أي حاجة؟ المكان ده مقفول من سنة 2004 بلا مبرر. يعني آخر مرة تصلى فيه سنة 2004 ولا هو مقفول والمسيحيين فتحوه؟ لا، كان يصلوا فيه واتقفل سنة 2004. تمام. الظروف اتغيرت، وطبعا بنعسة من تكون الظروف اتغيرت السياسية والثقافية، والمسؤولين بقوا أكثر استمارة، والناس رجعوا يصلوا تاني بهدوء، خصوصا المكان عندهم في كتله خاصه بيهم ومحدش بيشاركهم فيها. وما فيش اي مشكله. طب مين اللي اعترض ساعه ما هم راحوا يصلوا فيه؟ الشرطه. فيش حد. يعني القصد يا سيدنا يعني ان هو كانت مفاجاه ولا كان في بوادر؟ يعني لا، احنا في سيناريوهات مكرره كده بنسمعها، نسمع انه اصل في قصه حاصله في الحته الفلانيه فاحنا هنهدي الاجواء. لا فيه. لا لا ما كانش في اي حاجه. شهور. لا خالص خالص، مش ادنى اعتراض ولا مناوشات ولا بدايات. طب هل الامن قال ان جالنا بلاغ معين وتحركنا بناء على بلاغ من مواطنين مثلا، ولا الامن فجاه تحرك من نفسه؟ الامن يقول ما يحلو ليه ومحدش بيراجعه. وافرض انه قال ان جات لنا بلاغات وفي احتقانات والحاله الامنيه لا تسمح، مين بيراجعه؟ طب نيافتك لما اتكلمت مع سياده المحافظ او مع مدير الامن كان ردهم ايه؟ ردود لطيفه جدا تقليديه. لا من عينينا، لا من حقكم طبعا، احنا في شويه بس حاجات هنعملها، احنا بنهيئ الاجواء. ردود تقليديه، لكن نتيجه واحده، ممنوع. اخواتنا المسلمين في عزبة الفرن مش معترضين على صلاة الأقباط، وزج بيهم في المشكلة دي، وهم أبرياء، وأنا بأرسل ليهم التحية والاعتذار إن زج بيهم ظلما في حاجة هم ما لهمش ذنب فيها. دي شهادة نعتز بيها ونشكر نيافتك عليها، يعني إن هي مش كل اللوم على المجتمع، يعني فيها شهادة إبراء للمسلمين المقيمين في القرية وحملت الأمن كل المسؤولية. وهل أقرب كنيسة نيافتك على بعد كم كيلو مثلا؟
كنيسة رسمية. ممكن على بعد، ممكن على بعد مثلا أقل من كيلو متر. لكن حضرتك ما تنساش إن في تعليمات أمنية الفترة الأخيرة بعدم تنقل الأطباق في حافلات من مكان لآخر عشان في مخاطر. فإزاي يبقى في تعليمات أمنية إن الناس ما يستقبلوش حافلات وفي خطورة عليهم؟ فلما ندور على مكان داخل الكتلة السكنية عشان يصلوا فيه يقولوا لا برضو هو لا أو بس. هسأل نيافتك سؤال بره المنهج يعني بعد إذنك. يعني القرية دي واضح كده أنه ظروف السكانها بسيطة جدا ماديا يعني جد. عندي سؤال، فيها مركز ثقافي؟ فيها أي متنفس كده للناس؟ أي مكان تجمع عام للناس فيها ده؟ لا طبعا ما فيهاش. شأن كرة كتير جدا، وهذا ما طالب به قداسة البابا مرارا وتكرارا أن المنيا تحتاج إلى اهتمام من الدولة. والمهندس إبراهيم محرب مشكورا قال أن المنيا تحتاج إلى اهتمام وتحتاج إلى تنوير وتحتاج إلى تغيير ثقافة، ولسه الكلام ده سيادته قاله خلال الأيام اللي فاتت. حضرتك فهمت القصد من سؤالي يعني أكيد أنه إحنا يعني بنعتقد أنه بعض الناس حالهم المادي صعب جدا وحالهم الاقتصادي صعب جدا وحالهم الثقافي صعب جدا، فلنترك لهم حتى متنفس الدين يعني أنه حتى يعبد ربنا بحرية فيحس أنه بآدميته يعني. عايز أقول لحضرتك أن إحنا بنعمل إيه في الكنائس؟ بنصلي من أجل الناس ومن أجل البلد ومن أجل الحاكم ومن أجل المرضى والمحتاجين والمسافرين ومن أجل سلام البلد داخل وخارج، ده اللي بنعمله. برضه عايز أسجل هنا إن لما أنا أدعي إن المسلمين في قرية ما أو في مكان ما معترضين على ممارسة الأطباق للشعائر الدينية، أنا كده بعمل فتنة مش موجودة أساسا. بصور الأقباط وكأن المسلمين عايشين معاهم بيعترضوا عليهم وبينكروا عليهم حقوقهم، ده اللي ممكن يعمل فتنة. يعني هي الصورة مقلوبة هنا. مش في فتنة وأنا بوقتها، مش الأمن بيتدخل لأن في احتقان وعايز يزيد الاحتقان وهي الأجواء. أكبر دليل المرة دي أمام العالم كله إن الأقباط صلوا في الشارع 4 مرات متتالية حد بالليل والاثنين الصبح وبالليل والثلاث الصبح النهاردة، ولم يعترضهم أحد ولم يواجهوا أدنى مشكلة. وده أبلغ رد على الدعاء اعتراض المسلمين على الصلاة. السؤال الأخير، هل حضرتك بتقول انه الردود الامنيه كلها طيبه جدا، في ميعاد مثلا او قالوا لحضرتك انه احنا عارفين انه في صلاه يوم الجمعه اكيد او يوم الحد اللي جاي، في اي وعد انه في الفتره القريبه دي هيتم حل الازمه؟ ما فيش وعود. وانا السؤال اللي بيفرض نفسه، اين الاجهزه في القاهره مما يحدث في المنيا وقد نشر في كافة وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي ووصل في كل مكان، فين رد الفعل؟ أنا أخشى أن يكون في جاب بين الحكومة وبين المحليات عندنا، وأخشى أيضا أن يكون 80% من المجتمعات السكانية في مصر لا تخضع للحكومة وإنما تخضع لبعض الأشخاص محليا أو تخضع لشخص بإرادته الشخصية يقول ده وده لا. يعني ساعات بعض المسؤولين ضميره الشخص ده يسمح بالصلاة، ضميره الشخص. نيافة الأنبا مكاريوس أسقف المنيا، أهم حاجة نقول لحضرتك كل سنة وحضرتك طيب والإخوة الأقباط كلهم بخير في مناسبة عيد العذراء، ونتمنى أن يكون حديثنا ذو جدوى. يعني فعلا هو فين المسؤولين؟ فين المسؤولين عن الدولة نفسها؟ لأن ده أكيد مش رأي القيادة السياسية، وإلا لم يكن قد طلب من قبل تجديد الخطاب الديني. ويا جماعه رئيس الجمهوريه بيروح يحضر العيد والقداس في الكنيسه، ده في حد ذاته رساله ان زي ما انا بحضر هنا بحضر هنا، رساله لكل محافظ ان انت المفروض تطبق على ده اللي بتطبقه على ده. حتى لما بسال اصدقائي الظباط بصفه وديه، يا جماعه هو الصعيد؟ يقول لك اصل الوضع في الصعيد معقد، اصل انتوا مش واخدين بالكم. لا طب ما تقولوا لنا معقد في ايه؟ ما نحله لو هو معقد، ما انت بتحله بنفس الاسلوب القديم، امنع اقفل اقطع اديله تصريح، ايه المشكلة؟ ده راجل عايز يصلي، ما لو عايز تصريح كباريه كنت عملت فيه ايه؟ كان عندنا مشكلة من شهر
لقرية برضو الأمن أغلقها بطريقة، أغلق الكنيسة فيها بطريقة غير مقبولة، ولأن ما حدش حاسب اللي عملوا كده وما حدش رجعهم، بدا وكأن هناك رضا وموافقة على هذه أو هذا السلوك أو هذه الإجراءات، فتكررت بعد شهر. بعد شهر يعني الحادثة دي مش الأولى في الفترة الأخيرة إنه منع ناس من إنها تصلي. من شهر في بلد اسمها كدوان ووعدونا إنهم يفتحوها وما اتفتحتش لسه، ولأن الموضوع برضو ما حدش راجعوه فتكرر بعد شهر. إحنا الحقيقة نتمنى ان الامور تختلف، يعني اختلاف الحقيقه مش بس في الموقف ده لكن اختلاف كلي في طريقه التعامل مع المصريين في كل حته في مصر. بشكرك شكرا جزيلا يافت الأمة مكاريوس اسقف عام المنيا وابو قرقاص على المداخله دي، اللي هو يعني خاصنا بانه يذكر بعض الحقائق والوقائع اللي بتحصل في المنيا تاني. بس عايزه اكرر